فيديو جديد من قناة جيمينج بالعربي. النهاردة هوريكم ازاي تخلي شخصي يعني تخلي منظور اللعبة كأنك بتلعب على الكمبيوتر. اول حاجة هخش اللي هنا دي. تاني حاجة استنى تحمل. بعديها تكونوا داخلين على كنترولر، قصدي على الكيبورد والماوس، تخلوا دي كده 13 اللي هو تخليها 13، تخلي الكنترولر 14، والتاتش بقى انا بالنسبة لي افضل 27 عشان ما تتقرفش وانت بتلعب، بتخش حركة سريعة قوي 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 يعني. وتاني حاجة شايفين دي مفعلينها كده، هذا لما تفعلوها وبس تقوم بعدها داخلين على الفيديو، تعالوا على اخر حاجة. وفي نفس الوقت واحدة جديدة خليها سيرفايفر عشان تشوف كل حاجة. شوفوا الفرق اللي حصل بعد لما كان اللي هو لازم تعرف تدوس على الزرار. لا شوفوا الفرق. وطبعا على الموبايل انا مبضحكش عليك، وده كله من على الموبايل يعني. بصوا في فرق اهو، وعشان كده قلت لكم دايما يعني انا بحب اخليها 27 عشان كده يعني التحكم بالكود حلو. انما لو علتوها مثلا ل 35 والحاجات العاليه دي اللي هو مثلا 40 ممكن تبقى اللي هو صعب شويه تتحكموا فيها كود سريعه، لو مش هتعرفوا تعملوا اي حاجه. وبس كده شباب، كانت نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك والاشتراك. شايفك انت وانت ما عملتش. ماشي ماشي، يلا سلام. وانت سلام عليكم.